بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أبنائي، بناتي، إن فضائل القرآن الكريم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. فالقرآن عند المسلمين هو كتاب الله الذي أنزله على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هداية ورحمة للناس جميعا، وهذا الكتاب يبقى خالدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقراءة القرآن الكريم لها فضائل كثيرة وجليلة، بحيث بها يحصل المسلم على الحسنات وينال الأجر والثواب. ومن هنا تفتح مؤسسة المنزه الطبعة الأولى لمسابقة ولائية في حفظ القرآن الكريم، حظ موفق للمشاركين.